ناخد نجم الكره المصريه كابتن علاء نبيل، طبعا مدرب منتخب مصر الاسبق. مساء الخير يا كابتن علاء. مساء الخير. مساء الخير احمد باشا وحياتي كابتن نسعد. صح مظبوط كده، نسعد دايما بان احنا نسمع صوتك كابتن علاء. خليني ادخل في الموضوع. ازاي شفت منتخب مصر في مباراته الاولى تحت قياده كارلوس كيروش؟ ايه الحاجات اللي ممكن نقدر نقول انها تحسب ليه، وايه الحاجات اللي انت تتوقع انها تتحسن في الفتره اللي جايه؟ والله بص يا كابتن احمد، ما نقدرش نقول غير ان احنا اولا فزنا في مباراه مهمه. في حاجات مؤشرات كويسه. الراجل دفع بنجوم جديده ما كانتش موجوده على الساحه. الحمد لله ربنا وفقه واثبتت ان هي ممكن انها تبقى اضافه كويسه لمنتخب مصر. ايجابيات طبعا، من الايجابيات الثانيه ان هو يعني البدايه زي ما بقول لك ايه في اللغه الكوره، ايه ارمي بياضك، هو رمى بياضه ونجح. ايوه ما نقدرش نقول غير كده. لكن في سلبيات، في سلبيات ما نقدرش نتكلم فيها لما نشوف مباراه النهارده. تمام. النهارده ان شاء الله مباراه بالنسبه لنا، يعني احنا صعبنا على نفسنا الموقف من الاول خالص. ايوه. لكن النهارده مباراه اصعب ولا اسهل من المواجهه الاولى؟ احنا لازم نبص على الدوافع بتاعت المنافسه كابتن احمد. دوافع المنافس عندك قويه جدا، بيلعب على ملعبه، خسران الماتش اللي فات. عنده طبعا قناعه كويسه جدا ان هو لو يعني لو خسر هو بعد نهائي عن المنافسه على الصعود اللي هو بطل المجموعه. فاعتقد الدوافع عند المنافس قويه جدا على ملعبه طبعا. تغامر لكن لكن انت برضو عندك الدوافع بتاعتك. مظبوط. اللي انت مباراه زي النهارده تخلص الموضوع. تغامر في مباراه زي دي من ناحيه طريقه اللعب والتشكيل، ولا تلعب في المضمون وتلعب بنفس الاسماء ونفس الطريقه اللي لعبت بيها مواجهه برج العرب؟ والله انا مش ضد هو يغير كتير. يعني هو الفرقه بتاعت المباراه الاولى على اعتقد ان هي طبعا يعني كان في نسبه 70%، كان في ثبات في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الراي العام كله اللي هم دول يلعبوا. لكن طبعا يمكن انا من الناس اللي عرضت موضوع عبد الله السعيد، وممكن بعض الناس هجمتني، لكن انا كنت مقتنع تماما ان عبد الله السعيد يعني ما خلاص دوره انتهى مع منتخب مصر من امم افريقيا اللي فاتت. وهو اصر اللي هو يبقى موجود وابتدى بيه. تمام. اعتقد ان برضه يعني مش عارف هل عنده البديل في منتخب مصر في هذا المكان ولا ما عندوش. اعتقد اللي هو ممكن يبص لعبد الله السعيد النهارده بصه اللي هو يقعد يعني. لكن بقيه الفرقه اعتقد اللي هم كانوا يعني معقولين، يعني ماشيين في الخط صح، يعني سواء باك يمين باك شمال، صحيح، سرد باكين، حارس مرمى، نص الملعب. فاعتقد اللي هو يعني هيكون برضه متوازن شويه ومش هيندفع في الاول يعني. اسعدتنا وبشكرك شكرا جزيلا كابتن علاء نبيل. دايما الحقيقه بنحب نسمع صوتك ونحب نسمع رايك وتحليلك ليك طبعا.